خوتي وخواتاتي، مرحبا بكم من جديد. اليوم غنحضروا سلطه الزعلوك المغربيه بثلاثه ديال الطرق. ما تنساوش تخليوا لي في لي كومونتير اش من الطريقه اللي عجبتكم، واش من الطريقه اللي كتحضروا بها الزعلوك نتوما، واش الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه. خليكم معايا. بالنسبه للمكونات كنحتاجوا الدنجال والمطيشه اللي طحناها وقطعناها قطع صغيره، نص حامضه مقطعه، شويه الزيتون، الثومه، زيت العود، الربيع والقزبر، الكمون، التحميره، الخرقوم، البزار، شويه سكنجبير، شويه الملح بالطبع. كنشدو الكميلة ديالنا، كنديرو فيها زيت العود، من بعد شوية التومة، وكنضيفو الطماطم اللي مقطعة، كتشحر شوية، كنزيدو عليها الزيتون والحامض مصير، نص ديال الكمية ديال القزبر والمعدنوس، ونص ديال الكمية أخرى من بعد وكنديرو. نتشحروا هاد المكونات، كنضيفوا الدنجال اللي مقطع بهذا الشكل، وكندير شويه الملح، وكنضيفوا نص كاز ديال الماء، ونسدو عليه ونخليوه حتى يطيع على خاطرو. من بعد ما دخل شويه الطياب، كنضيفو التوابل كلها وكنسدو عليه، كنخليوه كيطيب على خاطرو. ومره مره نحركو باش كاع ما يتحرق، ويكون الطياب ديالو على نار هادئه.
بالنسبه للطريقه الثانيه دائما كنحتاج الباذنجان اللي هو رئيسي، المطيشه محكوكه او مقطعه او مطحونه، الكمون، حامض مصير مقطع، بزار الملح، قزبر ومعدنوس، التحميره، زيت العود، ثومه، شويه ديال الطماطم المركزه. من بعد ما قطعنا الدنجال ديالنا شرائح كنقليوه في الزيت وكنوضعوه في شي ورق ديال المطبخ. الا ما كانش عندكم الورق ديال المطبخ يمكن لكم تحطوه في شي صفايه ولا شي شبكه وتخليوه تسقطر باش يهبط منه داك الزيت. من بعد ما شحرنا الطماطم المركزه والثومه كنضيفوا مطيشه. هنا بانت لي قليله، رزت واحد شويه وكنزيدوا التوابل والنصف ديال الكميه ديال القزبر المعدنوس، باش النصف الاخر كنضيفوه ملي كيطيب الزعلوك ديالنا. ملي تشحرت لاصوص زدت عليها الدنجال اللي مقلي وضفت عليها الكمون ونبقاو نحركو مره مره على نار مهيله. من بعد ما دخلوا الطياب
كنضيف هذيك الكميه اللي متبقيه ديال القزبر والمعدنوس وكنبقاو نحركوا شويه. من بعد كنقطعوا بالمقص، ولكن هذا الشيء كيبقى اختيار، كاين اللي كيبغيه يبقى طويل، انا كنفضل هالطريقه هذه، ولكم الاختيار. صافي الزعلوك ديالنا ها هو وجد، كنخليه شي 3 دقائق من بعد كنحيدوه. بالنسبه للطريقه الثالثه، دائما الدنجال والمطيشه اللي كتكون محكوكه او مقطعه كيف بغيتو، قزبر المعدنوس، الثومه، عصير حامضه، زيت العود، تحميره، كمون، الهريسه، الحامض مصير مقطع، مطيشه الحك، البزار، الملح. كناخذ الدنجال كنشويوه سواء على الفحم ولا في الفران. إذا كنتو غتشوفو في الفران تكون درجة الحرارة فوق 210، ما تخافوش من العافية إذا كانت مجهدة، هذاك مزيان باش دغيا تشوى ليكم. ملي كيتشوى كنحيدو ليه هاد الجلد هادي بسهولة، كيخرج على هاد الشكل. كنحيدو ليه هذاك الراس وكنقطعوه وكنحطوه في شي طبصيل. السبب علاش كنشحر دائما مطيشه الحك في زيت العوديه والثومه، لحقاش الثومه ملي كتشحرها في زيت العود كتعطي واحد لوغو زوين، ومطيشه الحك ملي كتشحرها كتحيد منها لاسيد، كتحيد من هذيك الحموضه اللي مجهده، وبالتالي كيعطي مذاق زوين ملي كتخلطها مع العناصر الاخرى. هنا كنضيفوا المطيشه ديالنا، ومن بعد كنزيدوا العناصر الاخرى والنص ديال القزبر والمعدنوس، وكنخليهم يتشحروا، ومن بعد كنزيدوا الدنجال وكنحركوا ونخليوه يطيب على خاطره. وكانت هذه هي النتيجه ديال الزعلوك ديالنا، هذا الزعلوك رقم 1 والاخر اللي حداه رقم 2 اللي مقلي، انا كنفضل هذا ثاني، وهذا رقم 3 اللي مشوي. وما تنساوش خليو لي التعاليق ديالكم وتقولوا لي الطريقه اللي كتبعوا نتوما. وكنتمنى يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم، وبسلام عليكم، وما تنساوش لايك وابوني باش يوصلكم دائما الجديد.